شوف المسألة اللي وراها. بيقول لك اعمل لي فيكتور يبدأ باتنين وينتهي باربعة ويعد اتنين من عشرة، يعني يعمل خطوة باتنين من عشرة. عشان اعمل فيكتور بالشكل ده، هو بيقول لك فيكتور نديله اي اسم، فهنقول برضو clear clc. فيكتور ده مثلا نسميه في. انا عايزاه يعمل لي فيكتور يبدأ باتنين وبين كل رقم والتاني اتنين من عشرة وينتهي باربعة. معنى كده ان انا بحط البداية بعدين الستيب بعدين النهاية. لو انا حطيت له البداية والنهاية على طول هيعمل الديفولت بتاعه ان هو الستيب عنده بواحد، لكن لا انا عايزاه يعملها لي باتنين من عشرة. واروح قايله run، راح اعمل لك الفيكتور اهو اتنين اتنين واتنين من عشرة وهكذا لحد اربعة. المسألة اللي وراها بيقول لك عايز فيكتور يكون متقسم لخمسين جزء، يبدأ من خمسة لتلاتين. يعني عايز فيكتور يبدأ من رقم خمسة لرقم تلاتين وما بين الرقمين دول يكون متقسم لخمسين جزء. فهعملها ازاي؟ نقفل ده، نفتح فايل جديد clear و clc. في امر اسمه لين سبيس. الاول نديله رمز برضو وليكن في بيساب لين سبيس. انا عايزه فيكتور يبدا بخمسة وينتهي بتلاتين ويقسم لسبيسز خمسين سبيس. اما باجي اكتب امر، اصلا كتبت مثلا امر لين سبيس، انا مش عارفه هو بيتكتب ازاي. الماتلاب بيطلع لك ريكومنديشن كده بيفهمك الامر ده بيتكتب ازاي. هو هنا كاتب لك ان في لين سبيس بتحط الاي والبي اللي هو قصده بيهم البدايه والنهايه، والان اللي هو عدد الاجزاء اللي عايز تقسمها. فانا هقول له من خمسة لتلاتين وحط لي خمسين، واقول له run. اهو من واحد من واحد لخمسين عدد الأعمدة، اهو من كولوم واحد لحد خمسين والنهاية تلاتين والبداية واحد. المسألة اللي وراها بيقول لك اكس مديك اكس بقيمة معينة وعايز شوية كده معطيات. الاول نحطه، بيقول لك الاكس دوت يعتبر كده معناه ان هو فيكتور بادئ من صفر لحد الخمسة والستيب بتاعته بنص. فانا هاجي هنا الاول هقفل ده برضو clear clc. هنقول ان الاكس بتساوي من صفر وعندي مسافة نص وخمسة. بعدين بيقول لك عايز واي بتساوي اتنين اكس ودبليو بتساوي اربعة في اكس ناقص تلاتة وزد بتساوي ساين اكس. دلوقتي ده فيكتور، فانا لما اجي اضرب هقول ان الواي بتساوي اتنين في اكس والبي والدبليو سوري بتساوي اربعة في اكس ناقص تلاتة والزد بتساوي ساين اكس. قبل ما اعمل رن الفايل لاحظت ان هنا في بتاع الحمرا نورت، فهنزل كده اشوف فين الخط الاحمر. هنا هو بيقولك السطر الرابع فيه غلط، فلو بصيت هنا كده
انا عامله 48 اكس كده، انا مش مفهماه ده ايه. فاروح عامله كده خلاص تمام كده بالنسبه لي، هقول له بقى ران. قال لك الواي اهي، الواي اهي، والدبليو والزد. معناه ان انا اجيب واي في اكس، يعني انا بقول له الفيكتور اكس دوت اضرب لي قيمه كل اكس فيه في 2، والدبليو معناها ان كل رقم في الفيكتور دوت هضربه في 4 وتطرح منه 3، والساين دي معناها ان كل رقم في الفيكتور بتاع اكس دوت هتجيب له الساين. المساله اللي وراها مديك اكس كفيكتور وواي كفيكتور وعايز شويه حاجات كده. هنقفل ده، نفتح فايل جديد، هنقول كلير و سي ال سي. اكس بتساوي 1 و3 و5، وواي 2 و6 و10. هقول له اكس ايكوال، عايز افتح البراكتس ديت اللي هما الجيم والدال، اقول له 1 و3 و5، والواي بتساوي 2 و6 و10. لما جيت اقفل هنا البراكت ده راح منور لي مع البراكت ده. لو عملت كده تاني اهو، معناه ان هو قصده ان البراكت ده متعلق بالبراكت ده، يعني الحاجات بين القوسين دول. دايما الماتلاب بيحاول كده ان هو يفهمك ويفهمك هو ارى ايه. عايز بقى شوية حاجات كده. رقم ايه عايز الاكس في الواي؟ هنقول مثلا ان ايه بتساوي اكس في واي. نيجي كده نقول له ران، في ايرور بيقول لك الدايمنشنز بتاعت الماتريكس لازم تتفق. هو هنا انت المفروض مش بتضرب ضرب ماتريسيز في بعض، انت هنا عايز كل قيمه في اكس تتضرب في المناظر ليها في واي. فلما اجي اضرب تو فيكتورز في بعض بحط هنا قبل العلامه دوت، اعمل ران طلع لي القيمه. طب نكمل بقيه المطالب. بيقول لك عايز اكس على واي، واكس باك سلاش واي، دي معناها واي على اكس. يعني الاول دي بتساوي اكس على واي، وسي بتساوي اكس باك سلاش واي. الدي بيقول لك عايز اكس سكوير، والاي بيقول لك عايز 2 اس اكس واي. فانا هاجي هنا اعمل، عايز اعمل اكس سكوير، برضو قبل ما اعمل السكوير بعد الاكس هحط له دوت، لان هو ما ينفعش يربع مصفوفه. مع ان هو يربع مصفوفه يعني يضربها في نفسها تاني، فالدايمنشنز بتاعتها مش تبقى متفقه. فهقول له اكس دوت تربيع، والسي عايز اي اس 2 اكس في واي. فانا هقول له اكسبوننشال اكس في واي. نعمل بقى ران كده للفايل، في حاجه غلط برضو. بيقول لك رقم 5 و6، هنا برضو انا قلت له اقسم ماتريسيز، والماتريسيز ما ينفعش تقسم على بعضها. يبقى هنا المشكله فين؟ ان احنا هنطلع نحط الدوت. هو كده دايما بيقول لك الغلط فين، فانت ترجع له تاني. يعني هو هنا بيقول ان كان المشكله في العمود الثامن او في الصف الثامن، الاكسبوننشال ما حطيناش برضو الدوت. كده تمام اشتغل. دي معناها اللي هي 1 في اي اس 21، دي معناها 1 في 10 اس 21.
طيب الرقم ده انا مش عاجبني، انا عايزاه يبان كارقام عاديه. في حاجه اسمها فورمات بانك، لو عملت ران للفايل تاني طلع لي ارقام بس رقم طويل جدا، عشان كده هو كان مطلعه اي اس حاجه. ممكن اقول له فورمات شورت، هيطلع لي رقم قصير هيقربه. فورمات شورت راح مطلع لي تاني في اي فورمات لونج، وعمل ران تاني راح مطلع لك الرقم كبير بس برضو مضروب في اي اس حاجة. لكن بقى فورمات بنك بتطلع لك ارقام صحيحة. تمام. في المثال اللي بعده هو عايز اللينس والماكسيمم والمينيمم فاليو بتاعت اكس وواي. يعني ايه اللينس والماكسيمم والمينيمم؟ هو بالنسبه له دلوقتي الاكس اهي فيكتور والواي فيكتور. عايز اللينس يعني عايز يعرف الفيكتور ده طوله قد ايه، يعني في كام اليمنت. الماكسيمم والمينيمم يعني عايز الماكسيمم في الاكس، يعني اكبر قيمه موجوده في الفيكتور ده كام، واصغر قيمه موجوده في الفيكتور ده كام. عايزين نعملها، ممكن نضيفها في نفس الفايل. هقول له ايه؟ عايز اللينس، فهقول له لينس لاكس ولينس لواي. عايز الماكسيمم، هقول له ماكس اكس وماكس واي ومينيم اكس ومينيم واي. ممكن نسميهم عشان نعرف بس دول ايه، فهقول ال اكس بتساوي يعني لينس اكس، و ال واي يعني لينس واي، وماكس اكس بيساوي وماكس واي ومينيم اكس ومينيم واي، واقول ران. في مشكله في السطر ال 12، اطلع اشوف السطر ال 12 هنا ما حطش ايكوال، اعمل ران تاني اهو. قال لي لينس اكس بتلاتة ولينس واي باربعة، لينس اكس بتلاتة ولينس واي بتلاتة، الماكسيمم في الاكس بخمسة والماكسيمم في الواي بعشرة والمينيمم في الاكس بواحد والمينيمم في الواي باتنين. اشوف بقى المثال اللي وراه، مديني ماتريكس وعايزني اعملها. هنقفل الفايل ده ونفتح فايل جديد كلير و سي ال سي. هقول له ماتريكس ايه. الماتريكس دي تتكتب ازاي؟ الماتريكس دي بتتدخل للماتلاب صف صف. ازاي يعني؟ اول صف فيه 3 و7 و7 4 و12، نكتبه 3 و7 و سالب 4 و12. عايزه بقى اقول له ده اول صف، وانا هبدا اكتب في الصف اللي وراه هروح عامله له سيمي كولون، وبعدين ابدا اكتب سالب 5 9 10 2، وخلصت الصف الثاني ابدا في الصف الثالث 6 13 8 11، ابدا في الصف الرابع 15 5 4 1. اعمل ران.
هو هنا المشكلة ان انا محطيتش برضو equal. اعمل run، طلع لي المصفوفة هي 3 7 سالب 4 12 سالب 5 9 10 2 وهكذا. كده عملنا المصفوفة ايه. بعد كده بيقول لك عايز فيكتور في يكون فيه، عايز فيكتور في يكون فيه العمود التاني من ايه. هنحط كده لغاية في الفايل ده، نخلي الايه ما تظهرش في الكوماند ويندو. بعدين هقول له انا عايزه فيكتور في. الفيكتور في ده انا هستدعيه منين؟ من ايه. فعشان كده انا لازم احط الاي، ولازم احط الاي كابيتال زي ما انا كاتباها. لو تلاحظوا الماتلاب نور الاي دي مع الاي دي، يعني هو كده بيربط ان الاي اللي انت كتبتها في تاني سطر دي موجوده في اول سطر. وهفتح قوسين، القوسين دول بكتب فيهم رقمين وبحط بين الرقمين فاصله كده. اول فراغ ده بيتحط فيه الصفوف، وتاني فراغ ده بيتحط فيه الاعمدة. انا دلوقتي عايزة ايه؟ العمود التاني بس، ومش عايزة صفوف، عايزة الصفوف كلها الا في العمود التاني. فانا في مكان الصفوف ده هروح عاملة نقطتين كده، عايزة اني عمود التاني، فهحط هنا 2. لو كده قلت run، جاب لي الارقام اللي في العمود التاني. طيب عايز فيكتور يكون فيه العناصر اللي في الصف التالت، عايز فيكتور في ممكن نسميه بقى، ممكن نسميه في 2 ويساوي العناصر اللي في الصف التالت. فانا هسيب مكان الاعمده فاضي، يعني عايزه كل الاعمده اللي في الصف التالت، واجي في مكان الصفوف واقول له انا عايزه الصف التالت. لو قلت ران كده هو هنا طلع لي ايرور. ليه؟ لان انا قلت له 3 ونقطتين، هو مش فاهم اصلا القوس ده بتاع ايه، يعني انا بستدعي ايه اصلا. فانا لازم اكتب له هنا بره ايه. لو عملت ران كده طلع لي الصفوف، طلع لي القيم اللي في الصف التالت. عايز مصفوفة 4 في 3، يعني 4 صفوف و3 اعمدة من ايه، والمصفوفة دي هسميها بي. فانا هاجي هنا واقول له انا عندي مصفوفة اسمها بي. المصفوفة دي هفتح برضو اقوله الاول ان دي من ايه، فيها قد ايه صفوف؟ فيها كل الصفوف، فهسيب مكان الصفوف فاضي. الاعمدة قد ايه؟ قالك من التاني للرابع، هقوله من التاني الى الرابع واقول ران. راح اعمل لي مصفوفة 4 صفوف في 3 اعمدة من العمود التاني للعمود الرابع. بعدين بيقول لك عايز واحدة 2 في 3 صفين في 3 اعمدة اسمها سي، من الصف الثالث للرابع ومن العمود الاول للثالث، واحدة واحدة كده. هقول له سي دي بتساوي المصفوفة ايه، بتساوي المصفوفة ايه فيها من الصف الثالث للرابع، من الثالث للرابع، والاعمده من كام؟ من الاول للثالث، من الاول للثالث. واعمل run، اهو عمل لي مصفوفه 2 صفين في 3 اعمده. بعدين في المثال اللي وراه بيقول لك عايز الماكسيمم والمينيمم في كل رو، يعني عايز من الاخر مصفوفه تحط لي فيها الماكسيمم والمينيمم قيم في كل صف.
دي بعملها ازاي؟ هقول له ايه ماكسيمم، يعني الماكسيمم في ايه، وافتح قوسين. ممكن عشان ابينها اقول له في الروز، بقول له انا عايزه الماكسيمم في ايه، اعملها لي مصفوفه، ورقم هنا بكتبه يا اتنين او واحد. اتنين دي معناها انا عايزه اللي في الصفوف، لو كتبتها واحد يبقى انا عايزه في الاعمده. لو عملت كده رن اهو جاب لي الماكسيمم في كل صف. طب عايزه بقى اللي في الاعمده، هقول له ايه ماكسيمم في الاعمده، الماكسيمم في ايه، واحد. لو عملت رن طلع لي اللي في الاعمده. وعايز المينيمم برضو هيبقى نفس الموضوع، بس بدل كلمة ماكسيمم هتبقى مينيمم، وهنا برضو بدل ماكسيمم هتبقى مينيمم. عايز السايز بتاع الماتريكس، يعني عايز يعرف دي كام في كام، فهقول له سايز ايه ده بيساوي سايز ايه. السايز في الماتلاب اسمها سايز عادي. فقال لي اربع صفوف واربع اعمده، ده كان السايز. بعدين بيقول لك رتب لي الاليمنتس في كل رو، فعلشان نرتبها هقول له ان السورت بتاع ايه بيساوي، برضو الامر ده اسمه سورت، هقول له سورت للايه، انا عايزه في كل صف او ارتب الحاجات في الصفوف، هقول له ايه واتنين. لو عايزه في الاعمده هقول له ايه واحد. هو هنا اهو رتبهم تصاعدي، لو قلت سورت ايه مثلا نديها ايه سمول، رمز ايه سمول، وقلت له سورت ايه واحد، راح مرتب لي في الاعمده. دي كده كانت المساله رقم 6. شوف بقى المساله اللي وراها، مديني A و B و C وعايز A زائد B زائد C. هنقول برضو clear و CLC. بيقول لك ان الA بتساوي سالب 7 و 11، والصف التاني 4 و 9، والB بتساوي 4 و سالب 5، و 12 و سالب 2، والسي بتساوي سالب 3 وسالب 9 و7 و8. بعدين عايز A زائد B زائد C، فهديهم مثلا رمز وليكن Z، وهقول له A زائد B زائد C، وعمل رن كده جاب لي Z. بعدين طالب A ناقص B ناقص C، فممكن نسميها مثلا U بتساوي A ناقص B ناقص C. لو عملت run طلع لي الزد واليو. بعدين هو بيقول لك في المطلوب اللي وراه حقق لي الشرط ده، عايز اعرف بيتحقق ولا لا. الشرط ده انا هعمله ازاي، او الموضوع ده هحله ازاي؟ بإيف. في امر اسمه إيف. إيف ده هحط له شرط معين واقول له لو الشرط ده اتحقق اظهر لي حاجه معينه،
لو ما تحققش اظهر لي برضو حاجة معينة. نشوف هنعملها ازاي. الاول هنحط مثلا متغير اسمه a زائد b بين قوسين زائد c، وليكن x بتساوي a زائد b زائد c، والواي بتساوي هخليها a زائد b زائد c، a زائد b زائد c، واقول له if لقيت الاكس بتساوي الواي. هنا في غلطه، الماتلاب لما تحط له تساوي واحده دي معناها ان انت هتدخل له، يعني عندك فاريبل هتدخل له قيمه معينه، فانت هنا بتقول له ان الاكس قيمتها دخلها بواي، وطبعا ما فيش حاجه اسمها كده، هو مفروض بعد الايكوال يقرا ارقام. فانا علشان اقول له لو الاكس بتساوي الواي، يعني انا عايز اقول له طرف بيساوي طرف، هحط 2 يساوي اللي هي ايكوال ايكوال. بعد كده هقول له لو الشرط ده اتحقق display ان اللو تمام اتحقق، وبعدين اقول له end. في اللي وراه برضو عايزك تحقق الشرط ده، a زائد b زائد c كنا مسمينها z، نعمل بقى متغير اسمه b زائد c زائد a، ومتغير اسمه a زائد c زائد b. نعمل مثلا u بتساوي b زائد c زائد a، ونحط ال v، بلاش u عشان استخدمنا u، ممكن نخليها t، وال v بتساوي a زائد c زائد b. وبرضه هقول له if لو لقيت التي بتساوي الفي، وكمان انا عايزاه احط له شرطين، فهقول له اند التي بتساوي الفي والزد بتساوي اي حاجه يا تي يا الفي بتساوي تي ديسبلاي بعدين هقول له end. انا شغل بقى البرنامج كده، هو شاف ان x ساوت ال y فقال لي ان الشرط ده اتحقق، وشاف كمان ان t بتساوي ال v وال z بتساوي t فقال لي ان الشرط كمان ده اتحقق. نيجي بقى للمسألة اللي وراها، خلاص نقفل الفايل ده، نيجي بقى للمسألة اللي وراها. هو مديني a matrix و b matrix، وعايز شوية عمليات على الماتريسيز ديت، فهقول له ان ال A ادخله ال A وادخله ال B. نبدأ بكلير و C ال C، هقول ان ال A بتساوي اول صف ده فيه 56 و 32، الصف اللي وراه فيه 24 وسالب 16، وال B بتساوي 14 وسالب 4 و6 وسالب 2. بعدين اول حاجة ايه؟ عايز A times B، نسمي مثلا ده X بيساوي A times B معناها A في B، فهقول له A في B، وحطيت الدوت علشان يضرب لي كل قيمه في المناظره ليها، ما ينفعش يضرب ماتريسيز.
وبعدين عايز a divided by b نخليها y مثلا، a مقسومة على b. وبعدين الزد مثلا بيقول لك ايه، عايز b raised to the power 3 يعني b مرفوع على أس 3 يعني b أس 3. اعمل run. طيب جاب لك قيم الاكس والواي والزد. خلاص ده افتح فايل جديد شوف المسألة اللي وراه. بيقول لك ان في work done بforce f عشان يحرك بلوك مسافة دي، والورك الفانكشن بتاعته f في دي. وبيقول لك في تيبل في الفورس والديستانس. بيقول لك عايز الورك على كل سيجمنت والتوتال ورك كمان، يعني هو عايز كل فورس تضربها في كل ديستانس مقابله ليها دي مره، وبعدين عايز الورك توتال. نعملها ازاي؟ هاجي طبعا الاول اقول له كلير بعد سي ال سي، هدخل له قيمه الفورس الاول بتساوي قيمه الفورس ديت انا هدخلها في شكل متجه، هحط فيها كل قيم الفورس اللي هو مديها لي 400 و550 و700 و600. الاول فيه 500 بعدين 600 بعدين الديستنس بتساوي 3.5 75%، 1.5 5. بعدين هو بيقول لي ان الورك بتساوي الاف في الدي، انا مش عايزه يظهر، انا عايزاه يقول لي work on each segment equal. بعدين يدسبلاي الورك ده، بعدين عايزه التوتال ورك فهقول له display the total work يساوي، بعدين هقول له display انا عايزاه مش يجيب لي بقى الورك، يجيب لي مجموع الورك اللي طلعه في اول مره للw، فهقول له sum بتاع الورك. عمل ران كده قال لي work in each segment، راح جايب لي اهو الورك على كل جزء 12 275 وهكذا، وبعدين قال لي total work راح جمع. نشوف المسألة اللي وراها. بيقول لك ان البوتنشال انرجي بتتحسب بالفورمولا دي، الكي ده ثابت للسبرينج، والاكس دي المسافة او الكمبريشن في السبرينج، والفورس اللي عايزها علشان يضغط بيها السبرينج هي بتساوي كي في اكس، ومديك الفورس ومديك الكي. اول حاجة هو عايز الاكس، طب احنا الاول ندخله قيمة الفورس، هقوله ان الاف بتساوي 11، الاول حطها بس 7 8 10 9،
وهقول له اوكي بتساوي الف ستمية تسعمية الف وتلتمية سبعمية. بعدين هو كان بيقولك ان الاف بتساوي كي في اكس، معنى كده ان الاكس بتساوي مين؟ اف على كي. انا عايزاه يقولي الكمبريشن ان اتش سبرينج ايكوال، وبعدين يديسبلاي الاكس. الخطوة اللي وراها هو عايز البوتنشال انرجي في كل سبرينج، كان قانونها كي في اكس سكوير على اتنين. فهنا هقول اديها مثلا رمز بي بتساوي كي مضروبة فيه اكس باور 2 كل ده على 2. وبرده مش عايزاه يحطها كده على طول، يقول لي ذا بوتنشال ان اتش سبرينج. يساوي برضو واقفل البراكتس بتاعتي، وبعدين يدسبلاي قيمة البي ديت. هعمل بقى ران في مشكلة ايرور في السطر السابع، اطلع اشوف السطر السابع فيه ايه. السطر السابع ان الاكس ديت فيكتور، والفيكتور ده لازم احط دوت قبل ما ارفعه لباور 2 كده. خلاص دي بقت خضرة، فلما اجي اعمل بلاي الكي كمان كده، الكي كمان فيكتور، فلازم هي كمان دوت. اعمل بلاي كده خلاص ما عنديش اي اخطاء. طلع الكمبريشن في كل سبرينج والبوتنشال انرجي في كل سبرينج.